احنا بندعم رفضا لوزاره التعليم وقرارها انه نداوم يوم 19. احنا هذا رفضا طلعنا كنا لنرفض القرار اللي اعطتنا اياه وزاره التعليم العالي. احنا بندعم الى تحقيق المطالب، والطلاب والكليات جميعا مستمره بالاضراب، واللي داوم ما يبثلنا. مسيرتنا هي احنا كل احد نطلع المسيره، الطلاب من الجامعات تطلع تتوجه الى التحرير او الى وزاره التعليم، هي رفضا لقرار وزاره التعليم العالي للعوده الى الدوام. هاي اولا. ثانيا، حتى ما ننسى دم الشهيد، دم الشهيد ما راح يروح، وكنا بدنا نطالب به بعدنا. مطالبنا هي نفس مطالب كل متظاهر. احنا من بعدين من ندرس بعدين من نقعد بالبيت، ماكو تعيين، ما يتوفر لنا تعيين، ماكو خدمات، ابسط خدمات الحكومه بتوفر لنا. احنا مطالبين بس بحياه كريمه فقط، وما حد يوفر لنا هذا الشيء. دم الشهيد ما يروح، 600 شهيد و22 الف جريح، ما راح تروحون هباء ولا صدى، ما راح نعوفكم واحنا وياكم يا متظاهرين التحرير. الطلاب بظهركم، الطلاب بظهركم، واحنا مستمرين بالاضراب وما نداوم الى تحقيق المطالب. شنو شنو هسه؟ بالبداية نشكر وجود قنواتكم الموقرة لنقل هذه الإحداثيات من أمام وزارة التربية. هذه المظاهرات التي خرجت من ثلة من الطلبة الذين يتواجدون أمام مبنى وزارة التربية تضامناً مع الأخوة المتواجدين في ساحات الاعتصام، خرجوا هذه المظاهرات أمام وزارة التربية لتغيير النظام. احنا غايتنا نغير هذا النظام، يعني نريد رئيس وزراء مستقل خارج، لا نريده متحزب. Thank you.
اول اعلن مظاهره سلميه طلابيه، نطالب اولا طبعا الكتل السياسيه والاحزاب صار لها فتره تماطل اكثر من 100 يوم، واحنا مستمرين لحد ما يخلون رئيس وزراء مستقل ومن الشعب يعني، بس ما اخذوا اي واحد، يريدون الا واحد من يمهم، لو امر امريكا لو ايران، فاحنا هذا الشيء ما نريده، هسه جاي على نضغط عليهم مظاهره سلميه، الشعب كله ويانا وان شاء الله تحقق مطالبنا. احنا طلاب كتجمع طلاب الاحرار صار لنا اسبوعين قدام الوزاره، عندنا مجرد كم مطلب، الوزاره ما نفذت هاي المطالب مالتنا، فلهذا احنا سوينا التصعيد. اذا احنا اليوم بالبدايه باول ايام كنا حدنا الساعه 12 وننسحب حتى ما ناثر على الوزاره وعلى اداء عملها، بعدين قلنا لهم بدينا نبقى الساعه 1 لحد الساعه 2، لحد هذا ما دشوف ان شاء الله احنا نبقى الثلاثه ننتظر الوزاره نشوف شنو اللي راح تسوي بعد. إذا ما اتخذت إجراء راح ناخذ إجراءات تصعيدية أكثر، واحنا نتمنى أن الوزارة ما توصلنا لهي المرحلة، نتمنى الوزارة تتخذ مطالبنا وتوفرها بأسرع وقت، لأن احنا مطالبنا كلش بسيطة، مجرد وضع تقويم من قبل الطلاب ويناسب الظرف الحالي، عدم اتخاذ أي إجراء جزائي بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بالفترة اللي مضت. احنا طلاب طلعنا ظاهرنا، اكو طلاب هواية غابت، اكو طلاب تأثرت عن الدوام، اللي نتمنى أن الوزارة ما تتخذ أي إجراء جزائي بحقهم. الافراج عن الطلبة المعتقلين ان وجد هذا الشيء، نريد من الوزارة ان تؤكد لنا على الارتقاء بالواقع العلمي للجامعات العراقية ومنافسة الجامعات العالمية، تخفيض اجور الموازي للطلبة المجموعة الطبية والباقي المجموعة، بالاضافة الى طلبات ساحات الاعتصام.
ان شاء الله مثل ما تشوف الوقفه مليونيه، وان شاء الله مستمرين حتى تحقيق المطالب، وماكو اي تعب وان شاء الله ماكو اي انسحاب. ابرز مطالبنا يعني احنا واقفين ويا اخوتنا دعم ساحات التحرير، ويعني مطالبنا وحده هي اسقاط النظام ان شاء الله وتشكيل حكومه جديده. احنا بهاي الجامعات الاهليه والحكوميه جامعات العراقيه حبينا نوضح انه للدم الشهداء مضاع، واحنا مستمرين بالاضراب، وكل احد ان شاء الله احنا على هاي الوقفه اللي نوقفها للوطن اللي هو قاعنا اصلا، ودم الشهيد ما يضيع. اولا احنا نريد ارض محترمين بيها، نريد شهاده العالم تقدر تقدرنا بيها، دم الشهيد دم الشهداء اللي ضاع ما يروح هدر. يوم طلاب بغداد، طلاب المحافظات توصل رسالة رفض وجود الأحزاب والمحاصصة، رفض وزير التعليم العالي، رفض هذا النظام الفاسد اللي صار المتظاهرين أكثر من شهرين ونص، طبعاً بشهر الثالث متظاهرين سلميين يريدون وطن، استرجاع الوطن. اليوم كل النقابات تقريباً والفعاليات والمسيرة المليونية طلابية هي نؤمن عليها، ثورة البيضاء هي مستمرة بضغط على هذا النظام الفاسد، ضغط على أحزاب السلطة الموجودة كل وزارات الدولة. اليوم رسالة الطلاب ماكو دوام،
كل شيء ماكو لحد ما ترجع حقوقنا، لحد ما رجع وطن المسلوب من عندنا من 2003 ولحد الآن. ثورة البيضاء مستمرة، ثورة عراقية، ذولا لا هم ولد السفارات ولا هم تابعين للجوكر الأمريكي، ذولا عراقيين أبطال طالعين حبا للوطن، طالعين حبا للعراق، يرفضون رفضا قاطعا دخول الأحزاب والمحاصصة داخل وزارات التعليم العالي وزارة التربية. الثورة البيضاء، العصيان والإضراب مستمر. الحين ما تتحقق مطالب الشعب، مو بس الطلاب، مطالب الشعب وساحات العزة والكرامة، ثورة بيضاء مستمرة عراقية. ما تعرف انه طلاب واضراب طلاب هو عصب التظاهر وعصب الثورة هاي، فبالتالي انه التصعيد السلمي اكيد اللي ركز على كلمة السلمي يبدأ انه الطلاب صفتهم هم عصب والعمود الفقري لهذه المظاهرات. احنا نحاول نضغط على الوزارة، نحاول نضغط على الحكومة بسلميتنا التامة في سبيل تحقيق المطالب. البيان او التقويم اللي نزل من الوزارة اللي نظمت بإعادة الدوام كان غير محق واظلمونا كثيرا. اعتقد هذا شيء مرفوض جدا، مرفوض من قبل جميع الطلبه. التقويم احنا نحطه لان اضراب احنا بديناه، فبالتالي كله بيدنا احنا كشعب وكطلاب، اكيد مستمرين لغايه تحقيق المطالب، والاضراب ايضا ما ينتهي لغايه تحقيق المطالب. Yeah.
أول شيء هو الغاية من كل هاي المسيرات والغاية من هاي الحشود الكبيرة العظيمة صدق اللي اليوم طلعت، هي أولا الغاية التقويم الجائر لوزارة التعليم اللي أساس الدوام يبدأ من 12-1. هذا التقويم احنا أول شيء يريده اللغي، تقويم يوضع المصلحة الطالب أولا وما يظلم الطلاب، هذا أولا. ثانيا هي رئاسة الوزراء، احنا نريد رئيس وزراء مستقل لا مستقيل، نريد رئيس وزراء يقدر خلال هاي المرحلة الانتقالية يشيل العراق من الأزمة اللي هو بيها ويأخذه إلى بر الأمان للانتخابات المبكرة. كطلاب من وزارة التعليم احنا مثل ما قلت لك قبل شوية، احنا بس نريد أول شيء يوفرون الرصانة العلمية للطالب اللي يقدر من خلاله انه يكون إلى اسم إلى هيبة لما يطلع خارج العراق، شهادته معترف بيها، اغلب الحقوق البسيطه اللي يتمتع بها طلاب العالم الطالب العراقي يفتقر لها. احنا ان شاء الله مستمرين الان في هذه المسيره وهي وزاره التعليم، وان شاء الله رايحين للتحرير ايضا نكمل مسيره الطلابيه للجامعه التكنولوجيه والجامعات العراقيه، جامعه بغداد، جامعه المستنصريه اكيد، وجامعه اوراك الان التحقت بينا، وان شاء الله مكملين هذا الدرب لحد ما يلقونا حل او انه نستمر بالتصعيد. كثر من هاي كمان